تتفاقم معاناة المهاجرين بعد إغلاق سلوفينيا للحدود ومعظم دول البلقان وسط انتقادات من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لهذا الإجراء. التقرير التالي يلقي الضوء على معاناة المهاجرين هناك. على هذه الحدود غالبية المهاجرين هم سوريون وعراقيون، وبينهم العديد من الأطفال ينتظرون في ظروف صعبة. أزمتهم مستمرة وتزداد تفاقما بعد أن باتت طريق البلقان مغلقة منذ يوم أمس. سلوفينيا التي كانت واحدة من الممرات القليلة المتبقية من بين الطرق التي يسلكها المهاجرون من أجل الوصول إلى دول تطبق سياسات لجوء ورعاية اجتماعية متسامحة، قررت عدم السماح بمرور مهاجرين عبر أراضيها، مستثنية من ذلك من يملكون تأشيرات دخول وهم قليلون جدا بطبيعة الحال. امتد هذا الإجراء إلى دول أخرى في منطقة البلقان، فقد سارعت كرواتيا وصربيا إلى اعتماده. الإجراء الذي يهدف إلى فن المهاجرين الجدد عن القدوم إلى أوروبا انتقدته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، معتبرة أنه لا يحل مشكلة المهاجرين. في هذه الأثناء تحاول اليونان إقناع حوالي 40,000 مهاجر أصبحوا عالقين في البلاد بعد القيود التي فرضتها دول البلقان بالعودة إلى مراكز الاستقبال التي أعدت بشكل طارئ لتجنب تدهور الوضع على الحدود الشمالية لليونان مع مقدونيا. في هذه الأثناء يعقد وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اجتماعا على مدى يومين لبحث أزمة الهجرة وخصوصا خطة العمل التي أعدها الاتحاد وتركيا في الوقت الذي بات طريق البلقان مغلقا أمام المهاجرين. التفاصيل مع مراسلنا في بروكسل. أزمة الهجرة وسبل مواجهتها هو الملف الرئيسي على جدول أعمال اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي مع التركيز على الخطة الأوروبية التركية، كما سينظر الوزراء أيضا في تقدم عملية إنشاء فيلق أوروبي لحرس الحدود وخفر السواحل سيكون مسؤولا عن مراقبة تدفق المهاجرين. تركيا حليف استراتيجي لمواجهة هذا الوضع، والمسألة الثانية أنه بدون حل المشاكل التي تسبب هذه الصراعات والأوضاع المأساوية التي تؤدي إلى موجات الهجرة لن نتمكن من حل هذه الأزمة. وينتظر أن يتم خلال الاجتماع اعتماد النقاط الأخيرة بشأن مسودة تشريع لمكافحة الإرهاب يهدف إلى توفير تعريفات موحدة للجرائم الإرهابية وتجريم الأعمال التحضيرية لمثل هذه الأفعال. وفي انتظار ما ستسفر عنه نتائج الاجتماع من قرارات وتوصيات، فيبدو أن ملفي مواجهة الهجرة ومكافحة الإرهاب قد يدفعان الأوروبيين إلى الاتجاه لأول مرة نحو اعتماد قرارات موحدة في القضايا الداخلية. لبيب فهمي، التلفزيون العربي، بروكسل. هذا ولقي 5 أشخاص مصرعهم نتيجة غرق قارب يقل مهاجرين في بحر إيجا بالقرب من السواحل التركية، وقد تمكنت فرق خفر السواحل من إنقاذ 9 مهاجرين ممن كانوا على متن القارب وانتشال 5 جثث إحداها لطفلة رضيعة. وأفادت وكالة الأناضول أن حالة 3 ممن تم إنقاذهم خطيرة، فيما لا يزال البحث جاريا عن 2 مفقودين. قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إنه لا مانع لدى السعودية من إعادة العلاقات مع إيران في حال غيرت من سياستها. وحول شأن سوريا شدد الجبير على أن الأسابيع المقبلة ستكشف جدية نظام الأسد وحلفائه، مجددا ثبات موقف بلاده من الرئيس السوري وضرورة رحيلها. فالخيار أمام بشار الأسد، أما أن يترك عن طريق عملية سياسية، وهذا سيكون أسهل وأسرع ويجنب سوريا مزيد من القتل والدمار، أو الشعب السوري سيستمر في القتال إلى ما يبعده عسكريا. وفي الشأن السوري أيضا، أعلنت مصادر في المعارضة سيطرة مقاتليها على كامل قرية قرة كوبري أو الجسر الأسود في ريف حلب الشمالية. وجاءت السيطرة عقب اشتباكات عنيفة مع تنظيم الدولة الإسلامية خلفت عشرات القتلى والجرحى. هذا وكانت فصائل المعارضة قد سيطرت قبل أيام على قرية دوديان في الريف الشمالية بعد اشتباكات سبقها تمهيد من قبل المدفعية التركية على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في القرية.
هذا وتجددت الاشتباكات بين فصائل المعارضة السورية وقوات النظام المدعومة بعناصر حزب الله اللبناني على أطراف بلدة حرب نفس الاستراتيجية في ريف حماة الجنوبية والتي تحاول قوات النظام السيطرة عليها. كما قصفت قوات النظام المتواجدة في حاجز التاعونة بالمدفعية الثقيلة أحياء سكنية في بلدة عقرب في الريف الجنوبية بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المروحي. وتعرضت بلدة كفر مبودة في الريف الشمالية لقصف مدفعي مكثف من قوات النظام السوري دون ورود أنباء عن إصابات. أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بوقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة وادي رافق في جرود القاع أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وقالت الوكالة الرسمية اللبنانية إن عنصرا برتبة عريف من الجيش اللبناني قتل وأصيب 8 جنود خلال هجوم للجيش على موقع لتنظيم الدولة في جرود القاع. وللمزيد من التفاصيل حول هذه الاشتباكات تنضم إلينا من بيروت مديرة مكتب التلفزيون العربية جويس الحاج خوري. إذا جويس، هل لك أن تضعينا في صورة أجواء الحدود اللبنانية السورية؟ هل القصف متواصل وهل تتقدم القوات اللبنانية باتجاه معاقل هؤلاء المسلحين من جديد؟ لا سارة، في الواقع عندما نفذ الجيش اللبناني فجر اليوم هذا الهجوم على مركز لتنظيم الدولة الإسلامية حصل ذلك بعد محاولة تسلل قام بها عدد من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية بعد المعارك التي دارت وبعدما سقط 8 قتلى لتنظيم الدولة الإسلامية وعنصر في الجيش اللبناني إضافة إلى 8 جرحى من الجيش. عاد الجيش اللبناني إلى نقطة تمركزه الأساسية وهي عند تخوم المنطقة الفاصلة بين الحدود اللبنانية والحدود السورية في جرود بلدة رأس بعلبك. الهدوء يسيطر في هذه الأثناء، ولكن المواجهات التي دارت استخدمت فيها المدفعية الجوية وإنما أيضا مدفعية الجيش اللبناني المتمركزة في المنطقة تلك. بيان الجيش اللبناني الذي صدر منذ بعض الوقت لم يفصل العملية وإنما أقر باستشهاد أحد عناصر الجيش اللبناني في هذه المواجهات التي دارت. في هذه الأثناء يسود هدوء تام في المنطقة وكل عاد إلى مواقعه. الواقع الذي كان الجيش اللبناني قد تقدم باتجاه خال من عناصر المعارضة في هذه الأثناء، وإنما الجيش اللبناني كما ذكرت عاد إلى موقعه الأساسي في تلك المنطقة. شكرا جزيلا لك جويس الحاج خوري على جملة هذه التفاصيل، كنت معنا من بيروت. قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع جماعة الحوثي في جبل ورقة بالأقرود والمصراخ ومطار تعز الدولي ونقطة تفتيش في منطقة الجند. كما قصفت مقر إقامة حمود دهمش أحد الموالين للحوثيين في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. من جهة أخرى أحرزت المقاومة الشعبية والجيش الوطني تقدما في عزلة الأقرود غربي محافظة تعز وسيطرا على حصن المخفع ومدرسة طارق بن زيادة ومنطقة الذنيب. انطلقت صباح اليوم المناورات الختامية لرعد الشمال في منطقة حفر الباطن شمالي المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور العاهل السعودي الملك سلمان وزعماء ومسؤولين من الدول 20 المشاركة في هذه المناورات. بسم الله وعلى بركة الله، نعلن في هذا اليوم المبارك افتتاح تمرين رعد الشمال. في 27 من شهر فبراير الماضي انطلقت مناورات رعد الشمال، وهي واحدة من أكبر المناورات العسكرية من حيث الكم والنوعية والعتاد المستخدم في المنطقة، بقيادة المملكة العربية السعودية في حفر الباطن شمال المملكة وبمشاركة قوات من 20 دولة عربية وإسلامية إضافة إلى قوات درع الجزيرة. بلغ عدد القوات المشاركة في رعد الشمال 350,000 جندي من 20 دولة عربية وإسلامية، واستخدمت في المناورات 2540 مقاتلة و20,000 دبابة و460 مروحية بالإضافة إلى 100 سفن.
السعودية وضعت أهداف المناورات وهي حماية الأمن العربي ومواجهة الإرهاب والتصدي لتحديات أمن واستقرار المنطقة والاستعداد لتنفيذ مهام مشتركة. ومن أجل توجيه رسالة قوية مفادها أن الدول العربية لا يمكن أن تفاجأ بقوة عسكرية تهاجمها، وإشارة إلى أن أي دولة خليجية تتعرض للتهديد ستكون إلى جانبها جميع الدول العربية والإسلامية. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان تلقى التلفزيون العربي نسخة منها أن العبادي أرسل اليوم وثيقة الإصلاحات الشاملة والتعديل الوزاري للكتل السياسية. وأضاف البيان أن الوثيقة تشمل 10 ملفات تتضمن معايير اختيار مجلس وزراء من التكنوقراط وتقييم أداء الوزارات ومكافحة الفساد. القبول بالمظاهرات السلمية والالتزام بتغيير وزراء حكومته بالكامل مضامين حملها خطاب العبادي الذي حمل عنوانا رئيسا هو التهدئة مع المظاهرات التي باتت على بعد أمتار من مباني البرلمان والحكومة. نؤكد لكم أننا سننفذ التغيير الوزاري الجوهري قريبا بإذن الله، وسنعرض أسماء وزراء مهنيين وأكفاء لشغل الحقائب الوزارية التي يشملها التغيير وفق الأطر الدستورية وبما يؤكد الشراكة السياسية بين مكونات الشعب العراقي وممثليه الشرعيين. رسائل العبادي رد عليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالمثل عبر تقليل ضغط مظاهرات الجمعة ونقلها إلى ساحة التحرير وسط العاصمة. نحن نحتاج إلى مرونة ونحتاج كذلك إلى إبقاء شعرة معاوية، لأنه دائما الاصطدام والتشنج لا يؤدي إلى نتائج إيجابية. التهدئة على ما يبدو محط إجماع الطرفين بعد يومين من فشل اجتماع قادة التحالف الوطني في كربلاء. خطاب العبادي وصفه نواب التحالف الوطني بأنه الوصفة الأخيرة لتطويق الأزمة السياسية، أزمة عصفت بالتحالف الوطني الذي كان يواجه أصعب اختبار خلال عقد من الزمن للحفاظ على وحدته. طارق ماهر، التلفزيون العربي، بغداد. ويبقى معنا من بغداد مراسلنا طارق ماهر. إذن طارق، ما هي الخطوط العريضة لوثيقة الإصلاحات الشاملة كما وصفها العبادي هذه التي قدمها، وهل يمكن أن نشهد انفراج في المشهد السياسي العراقي بعد تقديمه لهذه الوثيقة؟ نعم سارة، 10 بنود أساسية تضمنتها الوثيقة التي أرسلها العبادي إلى زعماء الكتل تتضمن الأطر الأساسية في اختيار وزراء التشكيلة المقبلة على أن يكون من التكنوقراط، وكذلك إزالة أو تقليص بعض المفاصل الإدارية في الحكومة الحالية التي وصفها بغير الضرورية، بالإضافة إلى تبسيط بعض الإجراءات الروتينية التي عرقلت عمل الحكومة العراقية خلال العامين الماضيين، ومن ضمنها ملفي الاقتصاد والاستثمار وكذلك ملفات الأمن والاستخبارات وكذلك إدارة بعض المؤسسات الأمنية بالوكالة. ما أشار إليه العبادي أنه سيظل يعتمد على الدستور العراقي في تشكيلته المقبلة، وبأنه سيعتمد على اتفاق أو الشراكة السياسية، وهي إشارة غير مباشرة للمحاصصة أو التوافقية السياسية كما أشار إليها بعض نواب ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه العبادي. وبالتالي يريد العبادي التأكيد لزعماء الكتل السياسية بأنه لن ينقلب على التوافق السياسي الذي جاء به إلى سدة الحكم قبل نحو عامين، وبالتالي هو ملتزم بالتغيير لكن ضمن الإجراءات التي يوافق عليها زعماء الكتل السياسية النافذة في العملية السياسية العراقية. شكرا جزيلا لك طارق ماهر على جملة هذه التفاصيل، كنت معنا من بغداد. إلى شأن الفلسطيني، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية الليلة الماضية وصباح اليوم حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية ومدينة القدس. واستهدفت هذه الحملة منازل منفذي العمليات التي وقعت في اليومين الأخيرين. ففي القدس اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلي الشهيدين عبد الملك أبو خروب ومحمد الكلوتي في مخيم قلانديا شمال المدينة، ومنزل فؤاد أبو رجب في قرية العيسوية.
هذا إلى جانب بيتي الشهيدين عبد الرحمن رداد وبشار مصالحة من سلفيت وقلقيلية شمالية الضفة الغربية، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من ذويهم.